دكتور تامر، نرجع بقى للدولار وارتفاع سعر الدولار، ويمكن انتوا المبادرة بتاعتكم اكيد هيبقى ليها دور. النهاردة الدولار بقى ب9 جنيه، يعني الناس بقى مبقتش عارفة رايحة فين ولا جاية منين، ولا الحاجة اللي كنا بنجيبها النهاردة ب5 جنيه هتوصل لفين بعد كده. احنا مش عايزين النبي، عايزين ندي يعني مروة دايما الطاقة الإيجابية، صباح الورد. فلا احنا مش عايزين ندي فكرة للمسؤولين ان احنا ممكن لا مش هيبقى فيه ارتفاع ان شاء الله في الأسعار. بس هو فيه بالفعل، يعني احنا النهاردة حديث الساعة عن الدولار ب9 جنيه، والناس هتعمل ايه؟ في ناس عايزة تودي فلوسها بره مصر، خايفه بعد كده ان ممكن الدولار يزيد لاكتر من كده. فانتوا من خلال المبادره ايه الدور اللي ممكن تقوموا بيه في المشكله دي او في الموضوع ده؟ هو الاول صباح الخير على كل المشاهدين. صباح الورد. في الاول وفي الاخر احنا زي ما قلنا احنا عاوزين ندي جرعه امل. فهو الحقيقه هو لو احنا قلنا 9 هو 9 و15 قرش، مش 9 كمان الحقيقه يعني. فهو القصه مش كده، القصه ان هو في اسباب خلتنا نوصل للمرحله ديت، وهي الحقيقه مش اسباب وليده اللحظه او النهارده. امبارح كان محافظ البنك المركزي، انا مش هتكلم على الدولار زي محافظ البنك المركزي، وكان بيتكلم امبارح وبيدي رساله طمانينه للناس كلها، لان هو القصه مش قصه الدولار. هو قالوا سياسه الدوله ان احنا نحافظ على محدود الدخل، نحافظ على المواطن المصري، لان هو الدولار مش بس بيضر المستورد او المستثمر او الصانع، هو بيضر كل واحد بشكل مباشر، مش هقول بشكل غير مباشر. طيب في مشكله كبيره قوي الناس بتتكلم، يعني يمكن الناس بتتكلم في حاجات كتير وبتغفل ان احنا عندنا الانفاق القومي بشكل رهيب. في ال5 سنين اللي فاتوا في مرتبات زادت، يمكن كان النسبه بتزيد يمكن بنسبه 25% 30%. ففي ارقام مهوله. في القطاع الحكومي ولا في الخاص؟ الانفاق الحكومي. الحكومي، الانفاق الحكومي طبعا بينقسم لكذا شريحه، فيهم دعم، فيهم مرتبات، فيهم في فتره الثوره ما بعد 2011 لحد دلوقتي الانفاق الحكومي زاد جدا. فإحنا خلينا نحسبها بشكل الناس البسيطة تفهمه. لو أنا دلوقتي في بيتي بصرف 1000 جنيه في الشهر، مهما أنا حاولت أقلل الإنفاق ده هوصل لكام؟ مش هقلل أصلا، مش هينفع، مش هعرف أقلل. في شرايح ما ينفعش أقلل طبعاً. فيها فالحل الوحيد إن أنا أدور على مصدر للدخل آخر غير الإنفاق. فبالتالي مصدر الدخل هو التصدير، إن أنا أصدر حاجة. طيب.